أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في الهيئة نت بذرائع طائفية، القوات الحكومية تعتقل 6 مدنيين في نينوى. في وكالة يقين الأنباء، وزارة المالية توقف جميع التعيينات اعتبارا من مطلع العام الجديد. في صحيفة الميثاق الوطني العراقي، الميثاق يحمل حكومة الكاظم مسؤولية الوضع الإنساني للنازحين. في المدى، نهر الإمام دفعت 2 مليار دينار بسبب جرائم داعش وسكانها نازحون منذ شهرين. في لوس أنجلوس تايمز، العراق يعطش ومزارعون يتخلون عن أراضيهم بعد جفافها. في القدس العربي، مرصد حقوقي عراقي ينفي إغلاق مخيمات في الأنبار. وفي العربي الجديد، انخفاض طفيف بإيرادات النفط العراقي في نوفمبر على أساس شهري. هل يمكن تعلم الوطنية في 7 أيام؟ هذا عنوان لمقال للكاتب مثنى عبد الله، يقول فيه: على غرار بعض الكتيبات التي نراها في المكتبات وعناوينها تعلم الفرنسية في 7 أيام وتعلم الإنجليزية في 7 أيام، يسوق البعض من الساسة ورجال الدين فكرة أن الوطنية يمكن أن تسود العقول وتستقر في القلوب بشعارات فضفاضة أو بصلوات وخطب رنانة. فبعد كل مذبحة تقع في العراق، بريساسة العملية السياسية للتأكيد على وحدة العراق، مطلقين شعارات كلنا العراق وعراقنا واحد من زاخو حتى الفاو والعراق مثل طائر الفينيق سينهض من بين الرماد وغيرها من التعابير البعيدة عن الواقع العراقي بمئات السنين الضوئية. فهل تتغذى الوطنية على كلمات من دون أفعال وشعارات جوفاء؟ وهل القتلة والسراق قادرون على أداء دور وطني إلى المزيد؟ واهم من يتصور أن تعليم الوطنية وبناء نظام المواطنة يتم بالشعارات الكاذبة والخطب المحشوة بكلمات رثة وأفكار معطوبة، ومغفل ذلك الذي يظن أن المواطنة تبنى من دون الحاجة إلى بناء الدولة الوطنية الحديثة. وإذا كان ذلك ممكناً، فما الحاضنة الرئيسية لحقوق المواطنة؟ فالمواطنة نظام اجتماعي وسياسي لا يمكن أن نجدها في دولة غير وطنية، كما لا يمكن أن تنمو وتترعرع من دون وجود مؤسسات تعتمد العقد الاجتماعي أساساً ثابتاً لها، إضافة إلى العوامل الأخرى كالأسس الدستورية والأسس القانونية المعتمدة كحاكمية والأسس الحقوقية المدنية والسياسية. وفي ظل كل هذه العوامل يصبح هناك أمل في إمكانية انبثاق مواطنة من تربة الدولة الوطنية التي هي البيئة السياسية الحاضنة. فهل يمكن أن تنطبق هذه الشروط على الحالة السائدة في العراق مثلاً؟ إن الوضع الحالي في هذا البلد بعيد جداً عن توصيف الدولة الوطنية، فما زال يسبح في فلك لا دولة، وإذا كان هناك من برلمان وحكومة فإنما هي مجرد قشور من الحداثة السياسية لا أكثر، لأن السياسة لا تدار في هذه المؤسسات بل في أماكن أخرى تشكل مركز إدارة الشأن السياسي العراقي. ولأن نظام المواطنة هو مسؤولية مشتركة للدولة والمجتمع على حد سواء، حيث تدق الدولة أساسات نظام المواطنة من خلال قواعد وتشريعات، ثم تنهض مؤسسات المجتمع بمهمة نقل تلك القواعد إلى حيز الفعل الاجتماعي، فإن بناء نظام المواطنة يصبح غير ممكن لعدم وجود دولة. يقول الكاتب مثنى عبد الله أيضا: قد يجادل البعض في القول أن بناء الدولة الوطنية يمكن أن يساهم فيه الكيان الحالي المسمى الدولة القائم في العراق إذا ما تصدت لعمليات إصلاح سياسي جاد،
لكن هذا الرأي لا يأخذ بنظر الاعتبار أن صلاحية الدولة الحالية قد نفدت بسبب فشلها في تحصين حقوق المواطنة السياسية والمدنية، كما كانت كل ممارساتها تصب في خلق حالة من الاغتراب في المجتمع أدت إلى بث شعور عام بأن هذه الدولة ليست دولة من يعيشون في هذه الجغرافيا، وبذلك تولد نوع من الحقد والنفور من هذا المصطلح، ولم تعد هناك رغبة في الدفاع عنها بسبب تولد نوع من الحقد والنفور من هذا المصطلح بسبب الغربة السياسية لشعب كامل، وإنما كذلك بسبب من أوغل في دماء أبناء شعبه. الآن إلى مقال جديد، ويقول كاتبه في مستهله: هل يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي العراقي وكيف؟ تعقيب للكاتب سعد ناجي جواد على ما طرحه السيد وزير المالية عن مستقبل العراق المالي. تناقلت المحطات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف كلمة ألقاها السيد وزير المالية العراقي يوم أمس عن الوضع الاقتصادي، اتسمت بالصراحة وبأسلوب الصدمة لتحذير العراقيين من انهيار اقتصادي وشيك ينتظرهم في المستقبل القريب إذا هم لم يبادروا إلى تدارك الأمور بإجراءات اقتصادية ناجعة لتلافي هكذا كارثة. اسمح لي يا سيادة الوزير أن أذكرك بأن هذه المشكلة هي ليست وليدة اليوم، وإنما بدأت مع بداية الاحتلال البغيض وسوء التخطيط، بل والاستهتار الذي تعامل به المحتل مع الاقتصاد العراقي وموارد البلاد، والأهم من ذلك الفساد المستشري والمتزايد وغير المسبوق، وكنت أنت جزءاً من الحكومات التي نصبت بعد الاحتلال وشغلت مناصب مهمة، وقمت بتثبيت هذه التجربة بكتاب قيم شرحت فيه بعد تركك المناصب التي تبوأتها طبعاً، شرحت فيه الأخطاء التي ارتكبت. واسمح لي أن أقول لك بصراحة، أرجو ألا تزعجك، إنك أنت أحد المسؤولين عن هذه المشكلة الكارثية. على سبيل المثال، فإني أذكر جيداً أنك عندما كنت وزيراً للتجارة في بداية الاحتلال لجأ إليك مجموعة من أكبر الصناعيين في العراق طالبين تدخلك لاتخاذ إجراءات عادية لحماية صناعتهم، وذلك عن طريق ضبط الحدود ومنع دخول الكميات الهائلة من البضائع الرديئة والرخيصة الثمن التي أغرقت الأسواق وأثرت كثيراً على إنتاجهم وسببت لهم خسائر كبيرة. وكان جوابك لهم أن هذا الأمر قد انتهى ولا حماية بعد اليوم، وهذا سوق مفتوح، ومن الأفضل لهم إذا كانوا غير قادرين على مجاراة السوق أن يغلقوا مصانعهم ويتجهوا إلى أعمال أخرى. وأتمنى ألا تكون قد نسيت هذه الحادثة التي لا يزال معظم أشخاصها أحياء يرزقون. وبالفعل فإن هذه السياسة وهذا القرار الذي سار عليه من أتى من بعدك تسبب في إغلاق معظم المصانع الكبرى في العراق، أهلية أم حكومية، التي كانت تقدر بحوالي 50,000 مصنع، ورمي عمالها وموظفوها في الشارع. يتابع سعد ناجي: ليس مطلوبا من وزير المالية تعداد المشاكل أو التحذير إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه من مستقبل مظلم آت بدون شك، وإنما المطلوب هو الحديث عن الحلول، بل والبدء باتخاذ الخطوات اللازمة وإعلان خطة متكاملة لإصلاح الوضع المالي للبلد. وإذا كنت تشعر أو تعتقد أن هناك جهات متنفذة ومستفيدة ومغلة في الفساد لن تسمح لك بالتحرك في هكذا اتجاه، فالمطلوب أن تقدم استقالتك. إلى مقال آخر، وجاء بعنوان كلمة صدق: تقييم رياضي لعام منصرم. كتب محمد حمدي: ينشغل الوسط الرياضي بجميع متعلقاته الفنية والمادية والإعلامية بتقييم منجزات دأب العالم أجمع على القيام بها بعد نهاية كل عام، وهي حصيلة مهمة تعطي دلالات إحصائية على قدر كبير من الموضوعية في تشخيص الخلل وعلاج ما يمكن علاجه في العام المقبل.
والإفادة من كل صغيرة وكبيرة حدثت خلال الموسم الماضي، وما أصاب الجمهور الرياضي من صدمات من جراء التراجع الذي لا يريده أي غيور على مصلحة بلده ورفع اسمها عاليا في ميادين المنافسات. الحقيقة أن مناسبة الكتابة في هذا الشأن هي فضلاً عن انقضاء عام كامل من الزمن، ونزيد معها أن دراسات التشخيص والإحصاء والنقد وغيرها توضع على الرفوف كأوراق فقط من دون الرجوع إليها، مع أنها علاجات وتشخيصات مهمة جداً. لقد تحدث وزير الشباب والرياضة عن مشاكل كثيرة جداً تعترض مسيرة الأندية الرياضية التي تعد بمثابة خلايا التماس الأولى بالموهبة الرياضية في جميع مفاصل الرياضة وألعابها، وأشار باعتباره الشخصية الأولى لأهم مؤسسة رياضية في العراق عن نقطة خطيرة تمثل تراجعاً مخيفاً لمستوى أداء الأندية بمختلف الألعاب وعدم تطورها في الأداء. إن الذي تحدث به ممثلو الأندية هناك هو في حقيقته اختصار لواقع الأندية ومعاناتها حتى المؤسساتية منها، وإن اختلفت مساحات المعاناة وتكمن في تجهيز نفسها وتحمل الإنفاق الذي لا تطيقه النسبة الأكبر من دون أن تعتمد المركزية الحكومية، ضعف النادي يعني ضعف الرياضي والحركة الرياضية بصورة عامة. فمن منا يدرك حجم المعاناة لأبطال وموهوبين يبحثون عن لقمة العيش، وهم الذين تحدوا الظروف ليس فقط في الحياة بل في الملاعب والصالات والقاعات، في تحد غير متكافئ مع عوامل طبيعية يصعب التحكم فيها كالحرارة القاسية أثناء ساعات التمرين أو البرد القارس، وعدم تمتع اللاعبين حتى بوسائل النقل. يتابع الكاتب: كل هذه عوامل كفيلة بخروجهم وانكسارهم في أي منافسة أو الانسحاب منها، بالرغم من سنوات الإعداد والتدريب والسفر والجهد والتفاني من أجل لحظة واحدة تترجم فيها تلك المساعي إلى إنجازات مشرفة ترفع من خلالها الرايات وتمنح خلالها الفرق العراقية الميداليات. وهذا ما يحصل معنا بالضبط، لا نعالج الخلل في كل سنة وننتظر حصول معجزات بنيل الميدالية الأولمبية. إلى مقال في صحيفة لوس أنجلوس تايمز تحت عنوان: العراق يعطش ومزارعون يتخلون عن أراضيهم بعد جفافها. يقول أو تقول الصحيفة: ربما تكون ديالا أبرز مثال على العطش الكبير الذي يهدد العراق. إنه البلد الذي يغذيه ليس نهر واحد بل نهران، المعروف باحتضانه لأول حضارة بشرية عرفت بحضارة وادي الرافدين. إلى المزيد. وعلى نحو يائس ناشدت بغداد جيرانها للمساعدة في تخفيف الأزمة، ويقول مسؤولون إنه في أكتوبر تشرين الأول وقعت وزارة المياه اتفاقية مع أنقرة يفترض من خلالها ضمان قيام تركيا بإعطاء العراق حصة عادلة من المياه لتغذية دجلة والفرات. وفي طهران جوبهت المناشدة العراقية بالصمت، وقال الحمداني: إيران لم تتعاون معنا أبداً، لقد قامت بتحويل مجرى الأنهر لداخل أراضيها ولم تتعاون معنا وتشاركنا ضرر الجفاف، مشيراً إلى أن وزارته أكملت إجراءات رفع شكوى قضائية ضد إيران، وطلب من وزارة الخارجية الاتصال بمحكمة العدل الدولية. متحدث الخارجية لم يرد على أسئلة طرحتها الصحيفة حول هذا الموضوع. العام الماضي احتل العراق المرتبة الخامسة ضمن قائمة الأمم المتحدة للبلدان الأكثر تعرضاً لتأثيرات التغير المناخي، في حين قال البنك الدولي في تقرير له الشهر الماضي إنه بحلول العام 2050 ستزداد معدلات درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية واحدة، مع انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 10%، مما قد يؤدي بالعراق لفقدانه خمس موارده المائية المتوفرة. ووفقاً لهذه الظروف فإن ما يقارب من ثلث أراضي العراق الزراعية ستنحرم من المياه. هذه الحالة موجودة حالياً
على أرض الواقع في ديالى. كل المحافظة تقريباً قد تم حذفها من حصصها المائية ضمن خطة الحكومة الزراعية لمحاصيل الصيف، باستثناء مزارعي محاصيل الحنطة والشعير الاستراتيجية هناك. ونفس الشيء حصل في شهر تشرين الأول، وعوضاً عن ذلك اضطر مزارعون هناك للاعتماد على ما يقارب من 200 بئر لإرواء بساتينهم العطشة، وكذلك إرواء عطشهم أيضاً. تقول صحيفة أيضاً إن الحكومة بدأت تقطع معوناتها الخاصة بالأسمدة والبذور ومادة الكاز الخاصة بتشغيل مضخات المياه، ورغم أن الدولة منعت استيراد أنواع معينة من المنتجات لحماية المزارعين العراقيين، فإنه مع وجود الرشوة عند نقاط تفتيش بمعابر حدودية معينة، يعني أن شاحنات محملة بفاكهة من بلدان مجاورة مثل تركيا وإيران لا تزال تشاهد عند أسواق محلية مسببة بتدني المنتجات الزراعية المحلية. حذرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية من أن سنة 2022 المقبلة ستكون سنة كل المخاطر. في تقرير لكاتبتها إيزابيل لاسير، أكدت الصحيفة أن العديد من الأزمات الجيوسياسية الكبرى تهدد التوازن الدولي وستضع الغرب في حرج بالغ، كامتلاك إيران الأسلحة النووية واعتداء روسي على أوكرانيا أو صيني على تايوان. الأزمات التي تتربص بالعالم وبالرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي عام 2022 أصبح بعضها واقعاً، وأولها الملف النووي الإيراني الذي يهدد الشرق الأوسط بأزمة حقيقية، خاصة بعد انتخاب رئيس إيراني محافظ متشدد في يونيو حزيران من عام 2021، وانسحاب طهران من المفاوضات وتصعيد انتهاكات خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع المجتمع الدولي في يوليو تموز من عام 2015 لإبطاء مسيرة إيران نحو القنبلة النووية. وذكرت الكاتبة بما اعتبرته انتهاكات إيرانية كدفع تخصيب اليورانيوم إلى معدلات محظورة من قبل المجتمع الدولي بلغت 20 و60%، وبناء أجهزة طرد مركزي جديدة وإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90% كخطوة أخيرة في برنامج التخصيب، إضافة إلى أنها شرعت في إنتاج معدن اليورانيوم، ونقلت عن دبلوماسي مطلع على الملف قوله إن الإيرانيين حققوا تقدماً لا رجعة فيه في التخصيب والمعرفة، خاصة أن إغلاق الحدود أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترك المجتمع الدولي أعمى عن جزء من البرنامج. وبحسب الكاتبة إيزابيل لاسير، فإن معظم الخبراء يتفقون على أن إيران ستمتلك ما يكفي من المواد الانشطارية في غضون أسابيع لتكون قادرة على صنع سلاح نووي عندما يقرر قادتها ذلك. ولذلك يرى المصدر الدبلوماسي أنه يتعين على الأوروبيين في مرحلة ما أن يتخذوا قرارا سياسيا بالاستمرار أو عدمه. هذه اللحظة قد حانت. تحت عنوان لماذا تكره إسرائيل غزة، نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا للأكاديمي سوم ديبسين الأستاذ المشارك لدراسات التنمية الدولية بجامعة روسكيلد في الدنمارك، أكد فيه أن قادة الاحتلال لطالما أظهروا الكراهية للفلسطينيين في قطاع غزة لأن ماضيهم ووجودهم المستمر يشكل تحديا مباشرا لأسطورة تأسيس إسرائيل المحتلة. أظهر استطلاع أجرته مؤسسة مورنينج كونسالت خلال قصف إسرائيل في أيار مايو أن 11% فقط من الناخبين الأمريكيين متعاطفون مع الفلسطينيين، بينما لا يزال 28% يؤيدون إسرائيل، وبلغت نسبة التأييد للفلسطينيين 19% بين الديمقراطيين و3% بين الجمهوريين. وأظهر استطلاع آخر أن نصف اليهود الإسرائيليين يعتقدون أنه لم يكن هناك فائزون واضحون في نهاية الحملة الإسرائيلية. ومع ذلك
فقد اعتبر غالبية السكان أن عملية غزة مبررة، ويعتقدون أنها كانت يجب أن تستمر لفترة أطول. وبحسبه يبدو أن السلطات الإسرائيلية تدرك بشكل خاص وصمة العار المتعلقة بغزة. في الواقع، في بداية احتجاجات أيار مايو في حي الشيخ جراح في القدس، حيث قادت العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء حركة احتجاجية، قال بعض المحللين إنها ساعدت في تحفيز التوترات في البلدة القديمة بالقدس التي أعقبها صراع غزة. كانت السلطات الإسرائيلية سريعة الادعاء بأن حماس كانت مسؤولة عن التصعيد في القدس على الرغم من عدم وجود دليل على تورط الحركة. في نهاية المطاف، أطلقت إسرائيل عملية حارس الجدران، وتحولت دائرة الأخبار بعيداً عن الطرد القسري للفلسطينيين في القدس. ويبدو أن غزة تميل إلى لفت الانتباه عن المسائل الأساسية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين في الأرض والسيادة والتحرير الوطني، التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات في القدس. في فورين بوليسي جاء أيضاً أنه في العقد الأخير من الحكم المصري يعيد فتح ميناء غزة وجعل منطقة تجارة حرة، وتمكن مزارعو الحمضيات في غزة من الوصول بشكل أكبر إلى السوق العالمية بما في ذلك أوروبا الشرقية. ومع ذلك فإنه في حين أفادت هذه الأنشطة الاقتصادية أفادت السكان الأصليين في غزة، فقد ظل لاجئو القطاع محرومين اقتصاديا ويعتمدون على الأونروا والمانحين الدوليين الآخرين. إلى هذا الخبر الذي اخترناه لكم، حيث نجح الشاب العراقي المقيم في أستراليا حسام الصراف في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتطعيم شجرة بعشرة أنواع من الفاكهة تنتمي إلى خمس فصائل مختلفة من النباتات. ولد الصراف في مدينة الديوانية وأكمل دراسته هناك، وكان يمثل شباب مدينته في لعبتي التايكواندو والكاراتيه على مستوى المحافظة، واستطاع الحصول على الحزام الأحمر على مستوى العراق، ولكن خوف عائلته على حياته بعد الغزو الأمريكي دفعه إلى التقاعد الرياضي المبكر. وبدأ حسام ممارسة هواية التطعيم عندما كان في العراق، وبعد وصوله أستراليا قرر تطوير نفسه من خلال التجارب والبحوث وصقل مهاراته في هذا المجال. ويضيف أن الفكرة الجديدة هي زيادة عدد الأنواع في الشجرة الواحدة لتصل إلى أكثر من 10 أنواع من الفواكه. واقترحت عليه سيدة زارت حديقته بالتقديم لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. نتابع الآن الكاريكاتير. في نهاية صدى الأقلام ظلنا نشكركم على حسن وطيب المتابعة، دائما كونوا في رعاية الله.